نجاوب على كل شيء وبقى لي انه صدفه البحر خرج التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ما يسمى بالينيت يعني آه الناس اللي ما عندهمش تكوين وما عندهمش شغل وهم شباب آه نتمنى على الله انه يعني الضفيه ديالو انه عاديه ماشي ضفيه ديال اللي كتلقى مع يعني مع البيلون ديال ميموندا والا والا هذه اشكاليه غادي تطرح في المؤسسات الدستوريه ولكن انا كيضر لي انه كنعطيهم لو بينيفيس دو دوت هذا فقط نقول لكم بانه هاجس كنتقاسموه مع المجلس ولكن سمحوا لي ماشي ديال اليوم يعني ما جابوش لنا شي حاجه جديده هذا بعد المليون انا إلى سمحوا لي يمشيوا فقط لواحد لاباج واحد لاباج 38 انا فاش كنت كنوجد البرامج ديال الحزب في مسار الثقه باش 38 هذا هضرنا على هاد اللينيت وهضر على على خمسه المليون ديال, ديال الناس وهضرنا على ربعه ديال الشباب الاشكاليه اللي اللي كيخرجوا من المدارس هذه دوك 250 الف تقريبا اللي فيها تراكم اللي كتخرج من المدارس ولا من لا فورماسيون ما كيمشيوش لا فورماسيون وما كيخدموش وكيبقاو جالسين وهذه اشكاليه واشكاليه سميت انا كنت كنتمنى انه لنا الجديد ماشي هو نتكلموا عليهم الجديد هو لقاو الحلول كنت كنتمنى انا شفت الحلول اللي جا بهم المجلس غير مقنعين زعما ما نقدرش نتخبيهم انا كحكومه باش يعني باش ما نقدرش نشتغل بهم كحكومه باش نطبقهم ولكن لابد ما نذكر انه يعني ما اكتفيناش بالتشخيص درنا اصلاح منظومه ديال التعليم وهو وضع هدف تقليص نسبه الهدر المدرسي بالثلث دابا في لوبجيكتيف ديالنا ديال لا ريفورم ديال ليديوكاسيون وهذوك 250 هذوك اللي كيخرجوا كل عام بغينا لوتيار ما يبقاش يخرج دونك هذه هي كاينه يعني في اصلاح المنظومه ديال التعليم وباش غادي نديروا هادشي غنديروا بالنقل اطعام المدرسي داخليات برنامج ديال الدعم المدرسي الانشطه الموازيه كاين واحد العدد ديال لي ديال المدرسه ديكسيلونس وهذا اللي غادي تخلي انه ان شاء الله هذا العدد ينقص على الاقل بالثلث ثانيا الاستثمار في المدرسه يعني ديال الفرصه الثانيه اللي كان من قبل ولكن اليوم كنعاودوا نزيدوا نعزوه وهاد السنه تم خلق 16 المركز الجديد وتم رفع عدد المستفيدين ب 10% وهذا شيء يعني اللي هو جد ايجابي ولا علاقه لهذا الشيء ديال النيت مع برنامج ديال الفرصه برنامج ديال الفورس حيت شفت شي حاجه بانه آه ما كاتكومونيكيوش بزاف كاين خمسة و4 المليون والناس و ما عارفينش لا هذا برنامج محدود للشباب اللي هو يمكن في هذا اللي عنده الامكانيه وبغى يكون مستثمر وبغى ياخذ بغى ياخذ لو آه ريسك ديالو وبغى يشتغل يجي 21000 يعني مقاوله وكوبيراتيف اللي استفدت من هذا البرنامج ديال الفرصه ولكن باش نختاروا 21000 300000 اللي حطت الدوسي ديالها ما يمكنش نقولوا بانه ما كاينش لا كومونيكاسيون كاين شي برنامج جات فيه 300000 مقاول قال انا بغيت ندخل لهذا البرنامج يعني هذا بعدا براسو راه هو جد ايجابي